هل بداية خزانات. هل بداية الرحلات هذه كانت قبل كشتات ولا كشتات كانت على رغبتك وعلى جو الرحلات وعلى جو التعب والأغراض والتخطيط والأمور هذه؟ بداية كانت قبل ولا بعد؟ لا كشتات الرحلات الدولية، عشان بس تكون بالصورة ويا حتى المشاهدين الكرام، أنا طلعت 27 دولة بالسيارة. ما شاء الله تبارك الله. طلعت من الرياض ومن المصنع. ليش متعب حالك أنت 27 دولة بالسيارة؟ الله خلق الطيارة، ليش أنت متعب نفسك؟ هذا هدف، هدف هو. طيب. سؤال هو واحد. هدف، هو هدف. طيب أنا بالنسبة لي، عشان تكون بالصورة، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالنسبة لي ما طلعت عن المملكة، ما طلعت من المملكة تقريبا قصيت الجواز أول سنة جامعة. ما شاء الله. ثم رحلة مع الوالد الله يحفظه. رحلة علاجية وبعدين رجعنا والحمد لله، ما بعدها قطعت السفر 15 سنة. بعد 15 سنة طلعت برحلة على طول 27 دولة بالسيارة. ما شاء الله. معك حلول بالحالك؟ لا لا، معي الرحالة ولد خالي اللي هو صالح البليهي أبو أنس. ما شاء الله. واستضفتوه في دكان الحارة هذكر قديما. نعم ذكر. أيه؟ اللي جاب خريطة وشكبها. يا سلام عليك، كان خريطة أوروبا. وطبعا طلعت معه بالرحلة هذه، طلعنا ثلاث قارات، آسيا أوروبا وإفريقيا. ما شاء الله. مرينا على 24,000 كيلو، مرينا على 27 دولة. خلال كم؟ خلال 45 يوم. طيب إيش الجمال فيها وإيش الصعوبات فيها؟ الصعوبات كثيرة طبعا، هم مجرد أنك عربي فيها صعوبات كثير، لكن الجمال بالموضوع أنك إيش، ما أنت ما تحس بنفسك في أي لحظة، توقفت زين قهوتك زادت ثقافة. أكيد. أشياء كثير. كان معي القلم الخط. إيش غيرت في شخصيتك؟ كان معي قلم الخط ومعي خرائط المملكة العربية السعودية. ما شاء الله. من الهيئة العامة للسياحة. ما شاء الله. فكنت أكتب أسماء اللي أقابلهم هناك، أكتب بالعربي. أقول له مثلا وش اسمك؟ يقول مثلا رومانس، أكتب رومانس بالعربي. يقول لي بيوتيفول، واو، يعني مبسوطين إنه يشوف اسمه. أمبليفول والله. إي. كذلك حنا الآن لو يشوف واحد كتب اسمك مثلا باللغة الصينية. ما تنبسط؟ إلا نفس الطريقة، هم لما يجيهم واحد يكتبها. ما بعرف أقرأها. ما بعرف أقرأ اسمه. مو بلازم تقرأها، مشي تنبسط تحطه عندي. لكن ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طيب الخط وغيره من المواهب هذه في الرحلات تطورت، أو تقول لا أنا رحلتي بس أبغى أشوف الديار وأبغى أستكشف، خلي المواهب والأمور هذه بعدين أنا رجعت أشوف أطورها عندي الآن كتاب سيصدر إن شاء الله تعالى تحت اسم الرحال. ما شاء الله. نعم. جميل. يبي يكون مختصر للثلاث رحلات اللي أخذتها، رحلة جورجيا بالسيارة، رحلة روسيا بالسيارة، رحلة الله. السويد بالسيارة. سان بطرسبيرغ رحتها؟ ها؟ سان بطرسبيرغ. يا أخي وين عبد الكريم؟ أي نعم. عبد الحكيم السيف وين؟ عبد الحكيم السيف وسعد وين؟ هذا شوف شوف أصبر، قال على مكان جميل جدا في أقصى غرب روسيا. هذه أجمل مدينة في قارة أوروبا ترى، مصنفة. جميل، هذا عشان تكون بالصورة، فيها متحف ميتاج، متحف ميتاج ثالث أفضل متحف في العالم. يا سلام. بعدين زادت خبرة السياحية عندك ومعرفتك في الدول، وحين جيت بتسافر ولا شيء تعرف. دخلنا دولة وطلعنا ما درينا. أوف. إي والله في أوروبا دخلنا اللي لينخشتاين. كيف بالله اشرح لي. هي اسمها هي دولة كذا لها 500 سنة، لها عملة مضروبة، يتعاملون بعملتهم القديمة مع اليورو. دخلناها وطلعنا ما درينا. ما حد قال لكم؟ ما حد عزمكم القهوة والشاي؟ طيب ما حد قال لك رطوب؟ لكن بالفعل هذه الدولة غريبة جدا، لهم حكامهم الخاصين، لهم عمق تاريخي عظيم جدا، لكنهم غير مشهورين. يا اخي في برنامج اسمه يوم كنا مع عبد الحكيم السيف ابو سعد على ماسة. الله وش زين، وش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ابغى افتح اليوتيوب فطيره واسمع فطيره وصلت. ابغى اسمع القصص هذه، ابغى جلسه معك